السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟ ازي حضرتك؟ الحمد لله. الشيخ مصطفى، بعد اذن حضرتك، لو في زوج مقصر مع زوجته، فهل يعني يجوز ليه هو يتجوز، يعني يتجوز واحدة ثانية؟ قال الله سبحانه وهو أصدق القائلين: إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. تخاف ألا يعدل أو لا يستطيع إقامة البيتين، الأولى له أن يقتصر على الزوجة الواحدة. يعني في واحد مثلا يحب زوجته الأولى حبا شديدا وجاء بالثانية فضولي، فإذا كان خايف من الأول قال لي لا تزوج الثانية. تمام. طب لو أنا يعني اتجوزت واحدة ثانية وما قلتش الأولى، غشاش أنا ولا لازم أقول لها؟ أنت شخص غشاش مش كده ولا أنا؟ أيوه صح. ماشي، السلام عليكم.